السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما على مواضيع في سلاكة. نتكلم اليوم على هل ذكر الحسون يلقح أكثر من أنثى في السلاكة أو السجنة؟ والله تجربة شخصية، أقول تجربة شخصية. نعم، هذيك ديما نقول لكم حطوا الاناث اكبر من الذكور، عدد الاناث اكبر من عدد الذكور. العام اللي فات كاين عنده كوبل عنده في المال تاعو، وكاين انثى اخرى اسمها اناث اخرى ما عندهاش المال تاعها. اللي عندها المال ما نروش عليها بسك لقحت ومشيت الحمد لله. نتكلموا على اللي ما عندهاش مال، صدقوني يا وليومنا هذا حتى في العام هذا كان اناث والله تبوزي لاي واحد. لاش ما عندهاش ذكر، لاش للذكر، لاش للذكر اللي عنده انثى كما هذه اللي هنايا عندها زعف مات. اريحت الفيديو بربي ان شاء الله. اليوم 13 افريل 2019، نعم هذا الذكر تاعها قاعد يغازل في الاناث هذا. لي اقول لكم دائما احبذ ان تضعوا عدد الاناث اكبر من عدد الذكور. نجت لي خمس عظمات بلا 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 ذكر، يعني تبوزي اي واحد، وهذا يعني كاركتير يعني جديد عليا بحكم تجربة دوكا ولا لي قديم. سما مادام الحسون يكوبلي وخلاص يكوبلي حتى انت في العش، هاي في العش، والله ما عرفت تشوفوها ولا ما تشوفوهاش، هاي في العش. هاي وين طلع ليا، ها شتي شوفها، يا معليش هاكم تشوفوا فيها، الضوء عندي، ها ولا صايبة، والله هاي في العش، على زوج عظمات. مالا خوتي ديما عدد الإناث في السلاكة أحبذ أن يكون أكبر من عدد الذكور. ها هو وراه أني أبحث عنه، والله ما على بالي، ما سكتش أنثاه في العش وهو قاعد يغازل في أنثى أخرى، يعني ربي إن شاء الله الخطة راهي ناجحة. الأولاد راهم لاباس، العشوش هذا عش عش الدوزيام او تقدر تقول خلص، يعني خلص بصح ما يقدرش خلص ولا غير خلص. ها انا اشوفه كيف راح نشوفه، وات كاميرا نزوموه شويه، تسعين بالمية خلص عش ثاني. الحمد لله، ويعني ربي يكون الخير ان شاء الله، وربي يجيب لاي واحد مازال ما نتش. وهذه انا ما نقدرش نجيبكم هكا في الموضوع. نعم الحسون يلقح اكثر من انثى في السلاكه، وكذلك في قفص خير. انا نشوفوا كوبلار يكوبلي الدنيا كل، نفس الشيء في السلاكة حتى ولو كانت له أنثى، هاو حتى لو كانت له أنثى هاو يغازل أنثى أخرى. أسيدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.